عودة إليكم من جديد متابعي جلسة 24 في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم مباشرة من زيد الحال وبالضبط من منطقة الواورة اللي عرفت هذا الصباح فاجعة بكل المقاييس اللي كتمثل في غرق مواجهة سري الحراقة على متن واحد الفلوكة اللي كتتبعوها معنا وكتشوفوها على المباشر اللي كانوا فيها تقريبا واحد 50 ديال الناس ماتوا ثلاثة و 24 نجاو وبعض الأشخاص هربوا بعد ما خرجت بمنطقة الهواورة استنفار أمني من طرف مصالح الدرك الملكي ممثلة في القائد الجهوي الدرك الملكي بستات وقائد سرية برشيد وقائد المركز القضائي والمركز الترابي بسد الحال وسوان طريفية والسلطات المحلية والوقاية المدنية اللي جاءت من أجل التعزيزات بعين دياب وطمارس وسد الحال. كيف ما كتشاهدوا على المباشر هذه هي الفلوكة اللي كانوا فيها دوك الناس اللي هي مصنوعة صنع تقليدي كانت تقل مهاجرين سريين اللي حاولوا أنهم بغوا يقطعوا الضفة الأخرى يعني فلوكة مصنوعة بطريقة تقليدية. كيف ما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم من عين المكان فهذا أثناء لا تزال فرق الإنقاذ تقوم بحملات تمشيطية في عرض البحر اللي غادي نوصلكم ليه مع المباشر بعد ما ناخذوا هذا اللايف اللي كنصوروا من المكان هذه الفلوكة اللي كانت هزة هاد الناس هادو واللي غامروا بهم وخلفت واحد الحزن وأسى عميقا في الأسر اللي ماتوا لهم. واحد السيدة مات هي الولد ديالها اللي عنده 6 شهور مازال ما لاحوش البحر وخرجت هي جثة هامدة هي واحد شابة أخرى واحد السيد تم نقل ديالهم إلى مستودع أو المركز الوطني للطب الشرعي بالرحمة من أجل إخدام للتشريح بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات. في هذه اللحظات عناصر الدرك الملكي كتستعمل الدرون للبحث عن المفقودين بعرض البحر بمنطقة الهواورة. سنعود إليكم بعد قليل في بث مباشر آخر من عين المكان في انتظار الوصول ديالنا إلى المكان اللي كانت خرجت فيه هذه الفلوكة هذه. وإلى اللقاء في بث مباشر آخر بحول الله.